أول وسيلة بيلجأ ليها أي أديب وخاصة الشعراء في طريقهم لكتابة أي عمل جديد، تلاقيه سارح في ملكوت الدنيا زي ما بيقولوا علشان تغازل الكلمات أفكاره ويغزل لينا قصيدة نستمتع معاها بحلاوة الألفاظ والتعبير. علشان كده لو تأملنا اللي عملته وبتعمله حياة كريمة في 1500 قرية هتلاقي نفسنا أمام روعة في الإبداع، هتخلينا نقول روائع شعرية في مشروعات وأحداث كلها بترسم تفاصيل هنعيش معاها حياة جديدة. ستين قرية بمحافظة الفيوم كانت على موعد مع تحقيق الوعد وفراق عذاب، عاشوا أهلها لسنين طويلة محرومين من كل الخدمات اللي ممكن يعيشوا معاها تفاصيل الحياة. النهاردة الوعد بيتحقق في كرة ونجوع وعزب وكفور الكتير منها كان تحت خط الفقر، وده من خلال أكتر من 600 مشروع بتكلفة تتجاوز 15 مليار جنيه كلها رفع أشعار حياة كريمة علشان تنشر السعادة والفرح بالناسنا، وده اللي هنشوفه معاكم من خلال المشروعات اللي هنزورها النهاردة. حياة المواطن على رأس أولويات الدولة وصحته هي الغاية اللي بتبتغيها لنهضتها، ومن هنا كان إطلاق مجموعة من المبادرات اللي جت كلها تحت شعار 100 مليون صحة، صحة وعافية لناسنا بيرسم طريقها هنا مجموعة من المشروعات زي الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف. معاها هتبدأ الحياة في الريف من خلال ما تقدمه من خدمات طبية وإنقاذ لأي مصاب في حادث على الطريق. من امام الوحده الصحيه بنطول كان لينا لقاء مع المهندسه صفاء نور الدين، مهندس اشراف بجهاز تعمير القاهره الكبرى، وايضا المهندس مصطفى السعداني مدير مشروعات بالشركه المنفذه. اهلا بيكم ونورتونا في حياه جديده. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني قبل وحدة الصحيه بنطول اكيد كان في وحدات صحيه كثيره جدا قائمه هنا في القرى، لكن تكاد تكون يعني خدماتها محدوده ومتهالكه، لكن دلوقتي الوضع اختلف لان بقت فيه وحده صحيه وداخله ضمن منظومه التامين الصحي. فاستاذنك باشمهندسه كلمينا عن الوحده الصحيه ومكوناتها. احنا هنا بدانا في مشروع حياه كريمه في مركز اطفاء محافظه الفيوم، بدانا في رفع كفاءه خفيف لوحده مطول، فبدانا باعمال الموقع العام والاعمال الداخليه واعمال الدهانات واعمال السباكه، وقمنا برفع شامل لجميع البنود اللي كانت موجوده فيها. ومعنا برضو هي الوحده دي جديده من الاول ولا يعني قائمه من الاول ولا اتعمل عليها تعديل؟ هي كانت قائمه من الاول بس اتعمل لها رفع كفاءه للبنود بتاعتها، يعني اتعمل لها رفع كفاءه كامله كل حاجه فيها، كل البنود اللي فيها، السور، المبنى نفسه اتعملوا رفع كفاءة كامل عشان يبقى قدام حضرتك بالصورة. تمام، طب كملي يا باشمهندس. اتفضلي. وعملنا الموقع العام بالانترلوك بالسور الخارجي بغرف غرفة طبيب الأسنان والغرف الداخلية والدهانات الخارجية للمبنى وعزل الأسطح طبقا للمقايسة اللي كان الجهاز متفق عليها مع الشركة المنفذة. طيب باشمهندس مصطفى، يعني هل الوحدة الصحية هنا هتخدم بس اهالي قريه مطول ولا هتخدم كمان قرى تابعه ليها؟ لا، هو هتخدم كل اللي تابع لقريه للوحده المحليه بتاع مطول، في اكتر من قريه تابعه للوحده دي. تمام، فهي تخدمهم كلهم. يعني مش هتخدم القريه دي بس؟ لا، مش هتخدم القريه دي بس. طيب، هو السؤال موجه لحضراتكم انتوا الاثنين، يعني حضرتك بصفه خاصه لانك من اهالي قريه مطول او اقصى تحديدا، وحضرتك برضو من اهالي محافظة الفيوم. طبعا وانتوا هنا بتعملوا الوحده الصحيه اكيد لمستوا اهتمام الناس واكيد كانوا مبسوطين، احكي لي كده شعورهم كان عامل ازاي، وانت كمن اهالي القريه
اكيد احساسك كان مختلف وانت بتعملي حاجه لاهل بلدك. اه وانا من القرى المجاوره ليها، وطبعا قريه مطول بالنسبه للمنطقه اللي هي فيها ناس كانت بتتمنى ان الخدمات فيها تتطور وتقدم حاجه كويسه عن الاول، بحيث الوحده تبقى متاحه 24 ساعه بالاجهزه الموجوده. فكان طبعا ده حاجه يعني تفرحنا، وكنا بنتمنى ان احنا نوصل للليفل المطلوب في تقديم الخدمات ليهم. طيب انت باشمهندس بقى كان احساس الناس ايه وهم شايفين وحده صحيه، ويمكن هم عانوا سنوات كتيره جدا من الاهمال الطبي؟ احنا طبعا اول ما دخلنا المكان الناس طبعا كانت مبسوطه جدا بالتغييرات اللي بتحصل، وكانوا متعاونين معانا بصراحه يعني، وكل ما بنعمل حاجه جديده الناس كانت بتبقى مبسوطه بيها. فلما كانوا بيشوفوا الحاجات اللي احنا بنعملها اكيد ما كانش بيبقوا مصدقين، كانوا مبسوطين ان الحاجه دي بيتعمل لها كده وبتتغير وبيتعمل لها رفع كفاءه كامل. فاكيد يعني الناس كلها اكيد كانت بتبقى مبسوطه من اللي بيحصل. مكملين معاكم من الوحدة الصحية بمطول، ومعانا الحاج سيد أمين مخازن الوحدة الصحية. أهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا مرحبا. قولي بقى أنت شغال من هنا حاج سيد بقالك كام سنة؟ أنا شغال دلوقتي هنا من 85. من سنة 85؟ أه بقالي دلوقتي 37 سنة. طيب يعني أنت أحسن حد تقول لنا بقى حال الوحدة هنا قبل ما تخش حياة كريمة وتطورها، كان الوضع عامل إزاي؟ كان الوضع الحاله الصحيه عامه هنا للاهالي كانت الوضع الصحيه كانتش هي كان يعني موقف غير موقف خالص نهائي. الموقف الاول كان الوضع الصحيه القديمه كان تعبانه، مبنى تعبان، كان فيه حشائش شيله كتير قوي في الوحده، كان فيه تعابين، كان فيه حاجات كتير، حاجات وحشه يعني. التعابين دي لسه مستمره؟ والله العظيم والله التعابين لسه مستمره. ايوه لا كانت مستمره، كانت مستمره. طبعا ما جت بقى طبعا اتهدت، جت حياه كريمه اتهدت، وطبعا مبنى غير المبنى خالص، موقع غير موقع، وشبه تهدت طبعا تهدت واتبنت. انا حاضرها ساعة اتبنت طبعا، وترمم الثاني وثالث، بس هو الترمم ده يعني ترمم كويس جدا جدا، اللي هو اتعمل في عهد حياه كريمه. في عهد حياه كريمه اتعمل كويس جدا جدا، واول مره اشوف الشغل يعني على حق. طب الناس بقى وهي خارجه دلوقتي من الوحده الصحيه بعد التطوير وشايفه قدامها نقطه الاسعاف، الناس بقى مبسوطة بيقولوا ايه؟ بيقولوا حاسين بالفرق؟ هم حاسين بالفعل ان في حاجة ملموسة، تغير حصل فعلا؟ أيوة على الواقع. ايوه في ايوه في تغير في ايوه حاسين بالفرق، في تغير مش الوحدة بس، في تغير من الوحدة مثلا، مدارس مثلا يعني اسعافات مثلا ما كانتش طبعا عمر ما اتبنت اسعاف في المنطقة دي كلها. الاسعاف كانت في مركز اتصا، كان نقدر تلقى فطور اسعاف واثنين وثلاثة في كذا بلد، كل بلد اسعاف اثنين وثلاثه، كل بلد مثلا دلوقتي فيها مستشفى واثنين وثلاثه. الاول ما كانش في حاجه زي كده، هي مستشفى كانت تلم الكور دي كلها. الخدمات والتمكين الاقتصادي كانت بداية الطريق لمبادرة حياة كريمة في القرية المصرية، وده من خلال العمل على توفير كافة الخدمات الحكومية اللي كان أهالينا بحاجة ليها، والحصول عليها كان بيكلفهم مش بس فلوس لا كمان وقت ومجهود، ده من ناحية، ومن ناحية تانية دعمهم اقتصاديا من خلال توفير كل اللي بيحتاجوه في الزراعة ورعاية مواشيهم لزيادة الإنتاج، اللي مردوده رخاء اقتصادي مش بس ليهم لا كمان لمصر كلها. ومن هنا كانت مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية خير لكل المصريين.
من داخل المجمع الخدمي بقرية مطول لينا لقاء مع المهندس أحمد ربيع مسؤول تنفيذ مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير القاهرة الكبرى. أهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. أهلا بحضراتكم. يعني احنا داخل المجمع الخدمي في قرية مطول، والمجمع الخدمي يعني مشروع من المشاريع الجميلة جدا والمبهرة بمبادرة حياة كريمة، لأنها مجموعة من الخدمات بنقدمها هنا لأهالينا. كلمنا هنا عن المشروع ومحتوياته ونسب التنفيذ وصلت لحد فين؟ حضرتك احنا هنا في انشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية مطول، وحدة محلية مطول. احنا حضرتك بننفذ هنا 12 مجمع خدمي لكل وحده محليه. مركز اتصا بيتكون من 12 وحده يعني محليه، يعني 12 في مركز اتصا. مركز اتصا بيتكون من 12 وحده محليه. تمام. كل وحده محليه بها مجمع خدمات المواطنين. تمام. المجمع الخدمي بقى هو تحديدا بيتكون من ايه وايه؟ المجمع الخدمي حضرتك بيتكون من هيكل المبنى، دور ارضي ودورين علوي. الدور الارضي زي ما حضرتك شايفه ده مركز تكنولوجي بيستقبل كل الخدمات بتاع المجمع. الدور الاول علوي بيتكون من وحده شهر عقاري، وحده سجل مدني، وحده بريد، وحده تموين. الدور الثاني علوي بيتكون من وحده محليه ومجلس محلي ووحده تضامن اجتماعي. طيب يعني على بعد خطوات يوجد برضو المجمع الزراعي، وده لا يقل اهميه عن المجمع الخدمي، خاصه ان هو يعني بيقدم شكل من الدعم الاقتصادي للفلاح المصري واهالينا هنا اللي موجودين في قريه مطول. كلمنا عن المجمع الزراعي، وصل نسب التنفيذ لحد ايه وايه الخدمات اللي بيقدم؟ المجمع الزراعي مركز اتصا برضه بيحتوي على 12 وحده محليه، ال 12 وحده محليه كل وحده محليه بها مجمع زراعي. المجمع يعني في 12 نموذج زي اللي موجود في قريه مطول. مظبوط. تمام. مكونات المبنى بيتكون من دور ارضي ودور اول. المبنى بينقسم الى وحده بيطريه ومركز ارشاد زراعي ومجمع وجمعيه زراعيه. وايه اللي بيقدمه للفلاح بقى؟ يعني احنا دايما بيقول هو بيقدم دعم اقتصادي، ايه الاهميه بالنسبه للفلاح؟ اهميته بالنسبه للفلاح بيسهل عليه في كل الخدمات اللي بيحتاجها. مركز الارشاد الزراعي ممكن يوفر له معلومه بتيسر عليه، يعني مش بس الاسمده بقى والمبيدات وكده، ده بيوفر كمان اي معلومات. مظبوط. مركز الارشاد الزراعي بيوفر معلومه دي بتزيد من الانتاجيه الزراعيه. الوحده البيطريه بيحتاجها في معالجة المواشي. أكيد. الجمعية الزراعية بقى أسمدة وكل الأسمدة اللي بيحتاجها وخدمات زراعية تانية بيحتاجها بتزود معانا الإنتاجية، وفعلا المجمع بيقدم الخدمة بشكل كويس جدا. شعار الجمهورية الجديدة بناء الإنسان قبل الحجر، ومن هنا كان إطلاق مجموعة من المشروعات بتعيد معاها بناء الإنسان وإنارة الطريق ليه، لتؤهله للإبداع والتفوق من خلال اكتشاف مناطق النور جواه. وده اللي بتعمله حياة كريمة في محور الشباب والرياضة، واحد من المحاور اللي بتشهد تنفيذ 69 مشروع هنا في الفيوم بتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه، علشان تتيح لأطفالنا وشبابنا ممارسة الرياضة دون تحمل عناء ومشقة الذهاب للمدن القريبة أو الاشتراك في أندية وأكاديميات باهظة التكاليف لتحقيق أحلامهم. معانا المهندس ممدوح الشاهد مسؤول تنفيذ بجهاز تعمير القاهرة الكبرى بمشروعات حياة كريمة اتصا. اهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. باشمهندس، كلمنا عن مركز الشباب مطوي وتحديدا نسب التنفيذ وصلت لحد فين. مركز الشباب مطول هو مساحته 150 متر، تطوير ورفع كفاءة. زي ما حضرتك شايفة احنا لما دخلنا طبعا طورنا الملعب، السور انشأنا السور. المركز مساحته 150 متر. طيب مركز شباب مطول كم مركز اتعمل هنا في مركز اتصا؟ نفس النموذج ولا هو ده بيخدم كذا منطقة هنا او كذا قرية تبعة؟ احنا عندنا في اتصا 47 مركز شباب، 22 انشاء جديد و25 تطوير ورفع كفاءة. مركز شباب مطول من مراكز التطوير ورفع الكفاءة. احنا عندنا في نموذجين، في نموذج زي مطول كده 150 متر
النماذج الثانيه 180 متر على حسب يعني 150 و180 و180 المساحه بتتراوح. طيب باشمهندس انت حضرتك اصلا من مركز اقصى. طيب الرياضه هنا مهمه فعلا لاهالي مركز اقصى؟ هي مهمه جدا طبعا، لان احنا قبل كده كان عندنا عدد المراكز محدود شويه، ما كانش بالخدمات اللي هي موجوده في الوقت الحالي او اللي احنا بننفذها دلوقتي، ما كانش في ملاعب، يعني ممكن كانت معظم المراكز كانت مباني اداريه فقط مثلا، او ان هي مباني ومبنى وملعب بس بدون خدمات مش بالمواصفات يعني. دي تمام. لكن احنا النهارده بقى عندنا 47 بمواصفات كويسه، ملاعب مؤهله بالفعل للعب يعني. مؤهله لاهل القريه واستغلال طاقات الشباب. طيب باشمهندس انت كشاب وبتعمل مشروع لاهل بلدك، احساسك ايه؟ انا مبسوط جدا طبعا بما اني من اهل المركز واني بعمل حاجه لناسي، انا ابني من ابنائهم وبشارك في حاجه زي كده. المهندس إبراهيم أبو عريضة مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومدير منطقة الفيوم بمشروعات حياة كريمة، أهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو المشرف على مشروعات حياة كريمة بمحافظة الفيوم، كلمنا عن إيه المحاور اللي اشتغلتوا عليها هنا ووصلت نسب التنفيذ إلى إيه؟ تمام. شرفتونا في مشروعات حياه كريمه موضة السيد الفخامه رئيس الجمهوريه. المشروعات اللي احنا هنا بنقوم بيها جهاز تعمير القاهره الكبرى احد اكبر اجهزه التعمير في الجهاز المركزي للتعمير وزاره الاسكان. احنا هنا معانا مشاريع كبيره وضخمه في محافظه الفيوم. احنا عندنا مركزين، مركز يوسف الصديق ومركز اقصى اللي احنا موجودين فيه، عندنا مراكز شباب وعندنا نقط اسعاف وعندنا وحده صحه انشاء جديد ورفع كفاءه وتطوير، عندنا كمان مجمعات خدميه مجمعات زراعيه في اقصى يعني. طبعا عندنا برضو الطرق، عندنا كميه طرق كبيره جدا تربط ما بين القرى وبعضها او المراكز وبعضها. عندنا مشروع كهرباء، تدخيل الكهرباء كلها للقرى. احنا دورة المرحله الاولى اللي هي في حياه كريمه ان شاء الله، اللي هي خلاص باذن الله احنا بنقفلها وهنخلصها ان شاء الله على اخر السنه كما امر فخامه الرئيس يعني ان شاء الله. في مرحله ثانيه ان شاء الله هنبداها من شهر واحد باذن الله، اللي هي المرحله الثانيه بتاعت حياه كريمه. ايه المراكز اللي هتدخل في المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه ان شاء الله مركز الفيوم ومعانا مركز طميه، دول المركزين الجداد ان شاء الله نشتغل عليهم ان شاء الله. احنا بدانا ننسق عليهم من دلوقتي وفي تعاون بيننا وبين محافظه الفيوم. طيب يعني انا دايما بحب اذكر النقطه دي، يعني جزء من التفكير اصلا في عمل مشروعات قوميه هو خلق فرص عمل. كم فرصه عمل هنا اتوفرت في محافظه الفيوم من خلال مشروعات حياه كريمه في المرحله الاولى، والاولويه كانت لمين؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا هنا في الفيوم يعني مش عندنا اكتر من 453 او حاجه مشروع. فتخيلي انت حضرتك عندك 453 مشروع بتعمله في قريه واحده، فده بيخلق فرص عمل كبيره جدا لجميع المهن، يعني مهنة النجارة، الحدادة، السيراميك، الصحي، كهرباء، موردين كتار، اللي بيورد سن، بيورد رملة، بيورد بلدور، بيورد انطلوق، بيورد أدوات صحية، بيورد أدوات كهربائية. ففي مجالات كتيرة مش على العمالة بس، على كمان الموردين واللي تبعهم برضه، يعني واحد بيقول على عمالة مباشرة عمالة غير مباشرة. العمالة المباشرة اللي هو الناس بيبقى شغال، العمالة غير مباشرة اللي هو بيورد لي الحاجة تمام. فده بيخلق فرص عمل كبيرة جدا، بتفتح بيوت كتيرة جدا. وظهرت هنا عندنا في الفيوم الكم المشاريع ده، عندنا كم عماله كبير مش اقل من 5000 فرصه عمل مباشره غير الغير مباشره. الاولويه لمين يا باشمهندس؟ لاهل الفيوم. اهل الفيوم هو 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 اصلا المشروع كله معمول لاهالينا في الفيوم او في المناطق اللي احنا بنشتغل فيها، سواء يعني اثناء التنفيذ او بعد بالظبط يا فندم. طبعا في الفيوم هنا فيها مقاولين، شركات مقاولات، شركات محترمه وعلى اعلى مستوى، ده استعنا بيهم برضو في الشغل هنا وشغالين وطلعوا بجوده زي ما حضرتك شايفه كده، الشغل الحمد لله بجودته كويسه. معاهم موردينهم برضو هنا عندنا، يعني المنظومه متكامله، بس احنا كلنا بنستخدمها من اهل المكان. حتى بيبقى في اوليه من المقاول اللي موجود في القريه ذات نفسها، يعني طبعا حضرتك كمركز فيها كذا قريه او كذا تابع. فالتوابع بنجيب الناس اللي هي ايه اللي موجوده نسهل علينا، حتى برضو ده بيفرق معانا في موضوع الاسعار، في دراسه الاسعار
ما نكلفش المواد بتاعتنا تيجي من بعيد او كده او المقاولين تيجي من بعيد. بتقلل في التكلفه. مطول واحدة من قرى كتير كانت عايشة في إهمال ما يتوصفش بعد ما أغلق المسؤولين على مدار السنوات السابقة باب الرحمة في وش أهلها ورفعوا شعار مفيش لكل طلباتهم في توفير أدنى حد من الخدمات اللي تخليهم يقدروا يعيشوا من تعليم وصحة وخدمات وغيرها. المواطن هنا كان في أشد الاحتياج ليها. النهاردة الوضع زي ما شفنا اتغير مع مبادرة حياة كريمة اللي مسكت العصا السحرية وغيرت كل الأوضاع للأفضل علشان أهلها يعيشوا حياة جديدة. أشوفكم في حلقة جديدة من حياة جديدة. سلام.